بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الحضور الفاضل، منذ أن سطر التاريخ عنا أزمات سابقات شداد، لم يعف العقل نفسه من استحضار أنفة الرجال وصبرهم، ومن استحضار عزيمة الإيمان واليقين فيهم. ففي عام 73 وتسعمائة وألف، وفي هذا الزمن على وجه اليقين، فطنا إلى الهوة الشاسعة بين مرارة الانتكاس وبين حلاوة ونشوة الانتصار المصحوب بالحق. وفيها أيضاً لم يعف العقل نفسه من استحضار همة الرجال وعزيمة الإيمان واليقين فيهم. السيد الرئيس، الحضور الكريم، 50 عاماً مروا على لحظة دالة علينا، على لحظة فارقة في سجلنا البعيد العريق، ما أغفلنا فيه الهمة والقوة والشجاعة والرشاد والصبر. فالفرص غالباً لا تأتي مصادفة، لهذا كتب التاريخ عنا ما كتب. إنها مصر، درة التاج ومبدأ التاريخ وأصل الحكاية. فتحية إلى شعبها العظيم البطل، وتحية إلى جيشها القوي الثابت الراشد الراصد. وتحية إلى شهيدها البار، وتحية إلى جندها الهمام. السيد الرئيس، السادة الحضور الفاضل، آن لنا أن نحتفل، فهذه هي الموسيقات العسكرية. ساعة النصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فوق كل المعتدين.
الضربة الجوية الأولى. التمهيد النيراني. العبور والاقتحام. سيناء أرض العز والفداء، لم ولن نفرط في شبر منها.